وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو بشكل سريع راح نتعرف على كيفية حذف الصفحات الفارغة والزائدة بملف برنامج وورد. طبعا هنالك طريقة بسيطة جدا وسهلة لحذف الصفحات. عندنا في هذا الملف عندنا هذه الصفحة صفحة فارغة، وطبعا عندنا هنا صفحة زائدة، وبإمكاننا نحذف هذه الصفحة الفارغة والصفحة الزائدة. طبعا كل ما هنالك من الصفحة الرئيسية، عندنا هذا الجزء اللي هو علامة الفقرات، فقط نضغط عليه راح تظهر لنا علامات الفقرات أو الجدولة. طيب كل ما علينا أنه نحدد هذا الجزء اللي هو علامة الفقرات، نحدده بالماوس، وطبعا نضغط على ديليت أو باك سبيس من الكيبورد راح يتم حذفه. راح يتم حذفه مع حذف الصفحة. وعندنا هذه الصفحة أيضا هنالك علامة، هذه العلامة اللي هي علامة جدولة مثل ما نلاحظ، راح نحددها بشكل سريع، ومن ثم نضغط على ديليت راح تنحذف الصفحة الفارغة.